خلال أقل من 48 ساعة وبعد حادثة مقتل طلاب في إحدى مدارس صنعاء، تصحو العاصمة مجدداً على صوت انفجار دوى هنا في الجهة الشمالية، وتحديداً في حي الضرائب بالقرب من جولة سبأ. حريق هائل شب في مخزن للألعاب النارية تتبع أحد أكبر التجار في العاصمة، وما زالت أسباب اندلاعه مجهولة. هلع كبير وأضرار كثيرة تسببت بها الألعاب المتطايرة من المخزن، خاصة المنازل المجاورة، حيث تطايرت شرارتها إلى بعض المنازل، ما دفع أصحابها إلى التخلص من بعض الأثاث خوفا من اندلاع الحريق بداخلها. هرعت سيارة الإطفاء وأخمدت الحريق، إلا أن احتمالية تكراره كبيرة، خصوصا وأنه لا رقابة على تخزين الألعاب في الأحياء المكتظة بالسكان. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهان الناس، هل من إجراءات وقائية قادمة تنظم تخزين الألعاب النارية بعيدا عن الأحياء السكنية لتحد من تكرار هكذا حوادث؟